فضيلة الشيخ، في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضي حصل مطر في مدينة الرياض، فصلينا المغرب وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع، فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟ يعني عنها يعني حصل فصل في الصلاة، بعضهم حتى تسنن يعني بين الصلاتين. نعم، المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان جمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين، لكن لا تكون الموالاة بالوضوء الخفيف وبالجلسة الخفيفة. وقال بعض العلماء إنه إذا جاز الجمع فلا حرج من الفصل بين الصلاتين، حتى لو تصلي الأولى في أول وقت والثاني في آخر وقت. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن مال الجمع ليس معناه الضم بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقت وليس ضم الفعل. فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أنت أن تصلي الأولى في أول وقت والثانية في آخر وقت. فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، لا ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض. عرفت الآن؟ فعلى هذا نقول القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج وراء المطر رجع وجمع، نقول هذه لا بأس بها ولا حرج فيها. حتى لو لم يبدو له إلا بعد الصلاة لا يضر، لأن اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى هذا ضعيف، فالصواب أنه ليس بشرط، بل إنه لو لم يحدث المطر إلا بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع.